بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو آخر يوم من شهر سبتمبر، وأنا في طريقي إلى سياتل. هناك اجتماع للجنة اللي بتتكون من 22 أكثرهم أطباء، طبعا هذول اللي تقريبا بيشرفوا على الأطباء في الولاية من ناحية إذا في شكاوى ضدهم وإلى آخره، وهم 22، والأطباء الموجودين في هذه الولاية يزيدوا عن 25,000 طبيب. طبعا أنا لابس زي ما بقول مثلا طقمش يعني، وهو اجتماعهم تقريبا السنوي لمدة يومين، لأنه أنا حقدمهم اقتراحات بتحسين الأمور اللي بيكون فيها، لأنه أنا اكتشفت مع معاملاتي معهم في خلال 25 سنة الماضية، وخاصة في آخر 9 سنوات، إنه هناك في تمييز، وهناك والأشخاص هم اللي بيقرروا وبيكونوا بيضغطوا على الدكاترة. في الحقيقة هم المحامون، ولذلك أنا أعتقد إنه هاي اللجنة المنظمة هي أكثر ما تثير من الناحية الاقتصادية، إنه الأطباء بيصيروا يعالجوا بطريقة ديفنسيف، يعني بيخافوا من الشكايات، بيخافوا منهم إلى آخره. فأنا بدي أبين هاي الأمور، وفي عندي ريفورم، يعني أنا كأني شخص ضد الولاية كلها على أساس الريفورم. وطبعا أنا وجدت في تمييز ضدي بسبب، طبعا هم لا يذكروا من ناحية إنه إنسان هذا مسلم ولا عربي ولا فلسطيني، ما بيقولوا هذا الشيء، وإنه بطرق أخرى طبعا بيحاولوا يثيروا مشاكل وإلى آخره. فأنا أتصداهم اليوم وأبين لهم إنه كثير من الأعمال اللي بيكون أعمال خاطئة، وكثير من الأمور اللي أنا ناقشتهم فيها من زمان ما استمعوا إلها. وأحيانا الأسباب الرئيسية هو عبارة الحسد، يعني كيف إنه هذا إنسان من برا جاي عنده الشهادات كلها والدكتوراه وثلاث تخصصات ومش عارف إيش، يعني كيف بدو يدلهم شو يعملوا. على كل حال أنا بطريقة مؤدبة وإلى آخره، وقدمت لهم رسالة، والرسالة هكتبها الآن في الببليك فيسبوك بتاعي مشان اللي بحب يطلع عليها، اللي عنده خاصة من الدكاترة واللي بيهتموا بالأمور الطبية يقرأوها. وقبل وهذا الصباح إن شاء الله الحمد لله قمت من النوم، وأهم شيء صليت صلاة الصبح وحمدت الله، ودعواتي نفس الشيء دائما تقريبا، وهو اللهم ثبت قلبي على الحق، وأن لا أقول في الله إلا ولا أخاف أن أقول كلمة الحق مهما حصل الشيء. وهي عبارة بالنسبة لي عبارة عن مبادئ لا يمكن نتنازل عنها، وهذا اللي أنا بحض الناس في العالم العربي والإسلامي، أن يكون عندهم دائما ثبات على المبادئ أبدا. وحمدت الله، وطبعا كما هو العادة قلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وكذلك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطانا من هذه الحكمة ومن هذا التصور ومن هذا التحليل وإلى آخره. الشيء الآخر اللي أنا بحب أذكره على أساس أنه الحقيقة يحسن ما يحصل في العالم العربي والإسلامي، ولكن الثوابت ما بتتغير أبدا، والإسلام هو الإسلام، والدعوة الإسلامية ناجحة بإذن الله، لأن هي دعوة الحق. على كل حال أنا حبيت
أذكر هذا الشيء وأنا في طريقي إلى سياتل، والمكان اللي بدي أجتمع فيه تقريبا 300 كيلو متر ذهابا و 300 كيلو متر 300 كيلو متر رجوعا، يعني 600 كيلو متر. ولكن الحمد لله يعني الأمل كبير جدا، ولذلك حبيت أنا أذكر هذا الشيء السريع على أساس إنه يعني أذكر إلى الأشخاص اللي بتابعوني في الفيسبوك. وفي هذا اليوم اطلعت كانوا 184,000 واحد، فالحمد لله. أنا بالنسبة إلي كما قلت دائما لا أريد مالا ولا جاها ولا أريد حتى شهرة، أنا كل ما في الأمر أني أنا أذكر وأقول كلمة الحق وأكون ثابت ثابت تماما. أينما كنتم فولوا وجوهكم إلى الآخرة، وهو وجهة الحق وجوهكم شطر المسجد الحرام، فالقبلة التي تجمعنا جميعا سواء من مشارق الأرض ومغاربها، وهي أعظم وحدة موجودة. على كل حال أقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.